يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التبرك بشعري أو ظفري أو أي شيء من بدن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وذلك لأنه يوجد في معرض الكتاب الذي سبق صوراً لشعر النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنها له وهي موجودة؟ هذا كذب، هذا كذب وافتراء. ما بقي من شعره صلى الله عليه وسلم ولا شيء من جسمه، ما بقي شيء على وجه الأرض، هذا كله من الكذب، التدجيل على الناس. نعم.